برعاية الاتحاد العراقي الوطني للقوة البدنية، أقام اتحاد القوة البدنية فرع نينوى في مدينة الموصل بطولة المرحوم الرباعي الدولي جمال فيصل لرفع البنج بريس بمشاركة واسعة من قبل اللاعبين الرواد والشباب. الاتحاد الوطني العراقي للقوة البدنية بطولة المرحوم شقيقي البطل الدولي جمال فيصل، وذلك لتثمين والوفاء منا له لما قدمه لهذا البلد والعراق الحبيب، ورفع راية الله أكبر في المحافل الدولية. كممثلية لجنة أولمبية، يقيم اتحاد القوى البدنية في محافظة نينوى بطولة المحافظة لبطولة البنجي بريس. حقيقة اشترك في هذه البطولة عدة أبطال على مستوى المحافظة. البطولة التي شهدت مشاركة 55 لاعبا تنافس فيها على المراكز الأولى كل الفئات العمرية، وكشفت تطور أداء لاعبي منتخب نينوى للقوة البدنية. البطولة جيدة جدا بفضل الله، واستخرجنا خامات من فئة الناشئين خاصة لتمثيل المحافظة، تمثيل نينوى في المحافل العراقية في بطولات العراق إن شاء الله. تمت مشاركة اللواعيب والتنظيم أزيد رائع، والبطولة باسم المرحوم جمال فيصل محمد لاعب القوى البدنية، والتنظيم أزيد من رائع. الاتحاد الفرعي في نينوى يعمل على تطوير اللعبة واكتشاف مواهب شبابية جديدة من خلال تنظيم أكبر عدد من البطولات المحلية على مستوى محافظة نينوى لتشكيل منتخب يمثل المحافظة لمنافسة المنتخبات الأخرى. من محافظة نينوى نور فاضل، العراقية الإخبارية.